السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي في فيديو جديد وملخص جديد، وهذه المرة مع UFC 301. وكارد حقيقة ضعيف نسبيا من ناحية الأسماء وأيضا من ناحية المواجهات، لكننا سنتحدث عن المواجهات التي ارتأينا أنها مهمة. كالعادة لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة، ابقوا معنا وسنبدأ على بركة الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مرة أخرى، ونبدأ حديثنا بالكلام عن المواجهة الأولى التي جمعت بين جوزي ألدو وجو مارتينيز. جوزي ألدو أحد أساطير اللعبة وأحد مشاهيرها، يعود هذه المرة ويفوز على جو مارتينيز الذي كان يمتلك انتصارات متتالية ربما عددها 6، يعني خصم محترم، وقد فاز عليه بشكل رائع جدا وباكتساح، حيث كانت الجولة الأولى تحت سيطرة جوزي ألدو. هو الذي يظهر السباق، هو الذي يظهر مسيطر على كل الأمور بضغطه وبخبرته وأيضا بجابه وكيكس، كل شيء كان في مكانه. مع أن لو رأينا نجد أن كل شيء كان متقارب من الطرفين، لكن كل ضربة تخرج من ألدو كان لها وقع، وكان يظهر أنه هو الذي يسيطر، هو الذي يمتلك منتصف القفص، هو الذي كان السباق بإخراج لكماته، ولم يكن هنالك رد في كثير من اللحظات من طرف جو مارتينيز. تنتهي المواجهة في الجولة الأولى، مع أن جو مارتينيز كان يمكنه استغلال جاب خاصة به التي أصابت في مرتين أو 3 جوزي ألدو، لكنه ما تنازل عنها ولم يقم بها. وهنا أتت النصيحة من طرفه، من طرف كورنر هذا الأخير عفوا، على أن يستعمل هذا السلاح. لكن مع بداية الجولة الثانية وبعد لحظات واستعماله للجاب، كان رد جوزي ألدو قوي جدا بكومبو رائع، ومن تلك اللحظة رأينا الهزيمة النفسية على جو مارتينيز قبل أن تكون جسدية. وبدأ جوزي ألدو بعادته المعروفة بإخراج كومبواته القاتلة السامة، والتي تنتهي دائما بلكمة تحفر الجسد وتضر بالفورمة والشيب الخاصة بخصمه. استمر كل شيء في الجولة الثانية على هذا المنوال، تفوق رائع جدا لجوزي ألدو، حتى مع الكلينش الذي حصل عليه جو مارتينيز ولم يقم بأي شيء سوى بعض الكونترول تايم، ثم حتى مع تسليعه للريتم ومحاولته لكسب الجولة في الأخير، لكن ذلك لم يغير من نظرتنا نحن المشاهدين والحاضرين والمعلقين أن جوزي ألدو فوزه يكاد يكون محسوما ب90%. وبداية الجولة الثالثة كل شيء استمر كما كانت الجولة السابقة، سيطرة ظاهرة لجوزي ألدو. صحيح لو تشاهد لكمات والضربات المهمة ستجدها متقاربة، لكن أمام العين المجردة كما قلنا كل شيء في صالح جوزي ألدو، إلى أن يأتي الالتعام الرائع ولينتج عنه كامبو انتهى بهوك أيسر أخلى جو مارتينيز تماما. وهنا ثبت ألدو فوزه الذي كان يبدو للعيان، وأصر على ذلك بأخذ خصمه للأرض وتثبيت كل ذلك بالتيك داون وبعض الجانو باوند عفوا وبعض الكنترول تايم على الأرض، وهنا انتهى القتال. وهنا عودة ولا أروع لجوزي ألدو، عودة مناسبة لأسطورة، فوز باكتساح وبهيمنة واضحة جدا. جوزي ألدو تفوق على خصمه نفسيا قبل أن يكون جسديا، تفوق بخبرته، تفوق بشعبيته، تفوق بأهزيز الجماهير التي كانت قادمة لأجله، يعني بطل استغل كل ما يمكنه أن يستغله وأطاح بخصمه اليافع المحترم. والآن مع القتال الرئيسي الذي جمع بين ألكسندر بونتويا وستيف إيرسينغ، سنتحدث بشكل بسيط عن هذا القتال، وسنتحدث عن من فاز بالجولات لنرى هل النتيجة الأخيرة كانت صحيحة أم ماذا. بشكل بسيط الآن نبدأ بالجبلة الأولى التي كانت من نصيب بالنسبة لي، من نصيب ألكسندر بونتويا الذي حصل على تانك داونز وكونترول تايم وبعض من الجانا باوند. لكننا لاحظنا أثناء الالتحامات على الواقف أن ملاكمة ستيف إيرسينغ أفضل. ثم ننتقل للجولة الثانية التي كانت من نصيب ستيف إيرسينغ، وحكمنا يأتي على تقسيم الجولة لنصفين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول كانت لنصيب ألكسندر بونتويا الذي تحصل على تانك داونز، لكن المشكلة أنه لم يقوم بأي شيء بهذه الإسقاطات. ثم نأتي لمنتصف الثاني من الجولة والتي كانت بشكل كبير لصالح ستيف إيرسينغ الذي اعتمد بشكل أكبر على ملاكمته، والتي ظهرت أنها أفضل ويعني تمتلك وقع أكثر، ونتج عنها كومبورا الذي كان هو أهم حدث بالجولة لصالح ستيف إيرسينغ، وبالتالي أعطي الجولة له. الجولة الثالثة والتي هي بالنسبة لي كانت محل نزاع وبالنسبة للكثير، بحيث إذا اعتمد
عندنا على الدامج كهو أولوية وبريوريتي للتقييم فستذهب لستيف إيرزينغ. لكن إذا اعتمدنا على من يعمل أكثر بالجولة والذي هو صاحب التقدم والإسباقية على الواقفة أو على الأرض فهي ستذهب لألكسندر بونتويا. المشكلة أن الدامج كان كبير جدا الذي انتهى بكات يعني جرح كبير وعميق أنهى الجولة. لكننا إذا اخترنا أنه من عمل بالجولة بأكملها يعني من عمل وكان السباق كما قلنا فيتذهب لألكسندر بونتويا عفوا. لكن إذا اعتمدنا أن الدامج هو الأهم في هذه اللعبة كما قال دي سي دانيال كورمي فهي ستذهب بشكل بسيط وسهل وواضح لستيف إيرزينغ. لكننا لن نعلق من فاز بها في هذه اللحظة. الآن ننطلق للجولة الرابعة ونأتي للحديث عنها. الجولة الرابعة كانت بالنسبة لي بشكل واضح وبالنسبة للكثير من المشاهدين هي لستيف إيرزينغ، حيث أعطى لكل ضربة أخرجها حقها، كانت في المكان المناسب، ريتم جيد جدا، تحركات رائعة، جاب استعمله بشكل أروع، كان تايك داونز الذي يقوم بها وليطلبها ألكسندر بونتويا واضحة بشكل كبير من بعيد. يعني كان كل شيء في صالح ستيف إيرزينغ. بالنسبة لي الجولة كانت 100% لصالحه. ثم نأتي للجولة الأخيرة. الجولة الأخيرة وما أدراك ما الجولة الأخيرة، غباء ولا أروع، غباء اصطناعي مستورد يعني، ونتأسف لقول هذا من طرف ستيف إيرزينغ. بحيث إذا قسمنا الجولة لمنتصف، فإن المنتصف الأول كانت لطرف ألكسندر بونتويا الذي حصل على تيك داونز ولم يقم بأي شيء فيه، لم يقم بأي شيء لدقيقتين، لم يقم بأي شيء. وهذا كان أولا خطأ ستيف إيرزينغ الذي حصل على تيك داون نجح فيه ثم خرج من وضعية وكان يمكنه ترك خصمه عفوا يقاتل على الواقف. بما أنك أنت كنت قادم متفوق في الجولة الرابعة ويعني سيكولوجيا وجسديا كنت متفوق على ألكسندر بونتويا والذي هو تعبان ولديه مشاكل، ثم تعطيه فرصة للعودة فيأخذ التيك داون، لكن لحسن حظك لم يقم بأي شيء ثم تخرج من التيك داون والقتال مرة أخرى على الواقف للحظاتين أو ثلاثة. كنت أنت السباق، أنت المسيطر، نفس الأسلوب الذي حصل بالجولة الرابعة، وضربة أخرى بإلبو قوي جدا كما حصل في الجولة الثالثة، دامج آخر كان سيعطيك الجولة ويعطيك اللقب بشكل غير قابل للنقاش، ومع ذلك تذهب للتيك داون وأنت لست مقاتل تيك داون. فستجد أن ألكسندر بونتويا استغل الموقف مرة أخرى وأخذ الفرصة، وهذه هي خبرة البطل. وأنا خاسر في هذا النزال لكنني أستغل أي فرصة تعطيها للحياة، وأنت أعطيته تلك الفرصة وأخذ الجولة الأخيرة بتايك داون آخر. لكن هذا المرة كان فيه بعض الكنترول تايم، بعض الجانم باوند، وأنت لم تقم بأي شيء كدفاع، وبالتالي أخذ الجولة الأخيرة بشكل تافه جدا، وفقدت البطولة وفقدت كل شيء. أنت كنت متقدم بالجولة الثانية وربما الجولة الثالثة والجولة الرابعة حسمتها، والبطل كان فائز بجولة واحدة فقط وهي الجولة الأولى، وبدأت تأخذ الجولة الخامسة لمصلحتك، كنت يمكنك حتى أضرب وهرب ستأخذ عفوا اللقب، يعني ستصبح البطل مصنف العاشر، أنت هو البطل، ومع ذلك فرط في اللقب بشكل غبي جدا. يعني هذه الخبرة وهذه التجربة. يعني لما تحدثنا ماذا ستحكم على الجولة الثالثة، الجولة الثالثة إذا كان القتال بالنسبة لي لو فاز الجولة الخامسة ستيف إيرزينغ، الجولة الثالثة سيعطيها الحكام له مباشرة، يعني سيقول لك أنا الراجل فاز بثلاث جولات أخرى وعنده جولة واحدة نعطيها له. يعني أنت فاز بالجولة الثانية، فاز بالجولة الرابعة، وستفوز أيضا بالجولة الخامسة، لماذا لا أمنحك الجولة الثالثة والبطل فاز بجولة واحدة فقط، وبالتالي الجولة الثالثة نعطيها لك، ونعتمد على أننا حكمنا واستغلنا أن الدمج له أولوية على ما قام به الخصم طوال المواجهة. لكن لما أعطيت الفرصة للبطل العودة في الجولة الخامسة أصبح الحكام بنظري أنه ما يقدرش يمد لك الجولة الثالثة لأنك تحصلت على ضربة واحدة ولم تسقطها، يعني أنت لم تسقطها ومثلا في ناك داونز هكذا سيضرون بالبطل. والقانون المتداول يعني المعروف دائما أن المنافس هو الذي يجب أن يقوم بأداء يفوق البطل بمراحل ليضمن الفوز أمام الحكام، يعني حتى لو فز بجولتين والثالثة فيها محل شك لن تأخذ البطولة، هذه معروفة، هذا ما حصل في عديد من المواجهات التي يعني يقدمون أداء متقارب مع البطل ثم يقول نحن فزنا وما إلى ذلك. ستيف إيرزينغ هو الذي خسر كما قال أحد المشاهدين الذي رأيته في منصة إكس، ستيف إيرزينغ هو الذي خسر، بونتويا لم يفز، وبالعكس بونتويا أظهر
أن لديه ثغرات يمكن لقادمين من الخلف أن يستغلوها. فاز بشق الأنفس ولو لم تكن الجولة الخامسة التي أخذتها بغباء خصمك كنت ستفقد لقبك وبطولتك أمام مصنف قبل شهر فقط، أمه بالذات ربما لم تكن تعرف أنه يقاتل بالمنظمة. يحلي كما قلنا كارد ضعيف من ناحية الأسماء ومن ناحية المواجهات، أتى بين الكارد التاريخي وأيضا قبل الكارد آخر تاريخي أيضا يحتوي على اسمين قويين بالمنظمة، يعني كارد للنسيان. أتمنى أن رأينا أعجبكم، أردنا مشاركة رأينا بشكل قصير. لا تنسوا دعمنا باللايك وشير الاشتراك بالقناة. نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى. السلام عليكم.